وتعالوا دلوقتي نتابع أهم الأخبار اللي هتحصل معنا النهاردة وأهم الماتشات اللي هتتلعب في الجولة الثالثة بدور المجموعات بكأس آسيا. بالنسبة للأخبار اللي هتحصل النهاردة، فهيعقد جناح الأزهر بمعرض القاهرة الدولي للكتاب الساعة 1 الظهر ندوة بعنوان أطروحات التجديد في الفكر الإسلامي المعاصر دكتور محمود زقزوق نموذجاً. وأيضاً هيعقد جناح الأزهر الساعة 4:30 عصراً ندوة بعنوان نصر أكتوبر وأفاق الوعي الديني والمجتمع المعاصرة. ويشارك الأزهر الشريف للعام 8 على التوالي بجناح خاص في معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته 55. النهاردة هيبدأ الجهاز المصرفي في تنفيذ قرار البنك المركزي بمنح البنوك أجازة رسمية بمناسبة احتفالات عيد الشرطة والذكرى 13 لثورة 25 يناير 2011. وقبل أيام أعلن البنك المركزي في بيان رسمي تعطيل العمل بالجهاز المصرفي الخميس الموافق 25 يناير. النهاردة والعشاء الكرة الأسيوية موعدهم مع 4 مباريات قوية في إطار الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة كأس الأمم الأسيوية. هيلتقي منتخب كوريا الجنوبية مع ماليزيا الساعة 1:30، في نفس التوقيت هيلتقي منتخب الأردن مع منتخب البحرين، الساعة 5 مساءً هيلتقي منتخب السعودية مع منتخب تايلاند، في نفس التوقيت هيلتقي منتخب قيرغيزستان مع منتخب عمان.